هذا الموضوع، وإن كنت قد تكلمت فيه كثيرا، لكن لشدة الحملة والهجمة على ليبيا في هذه الأيام لإنهاء ما بقي فيها من بقية فبراير، هذا هو الذي يجعلني أقبل أن أجيب عن مثل هذه الأسئلة وإن كانت متكررة، لأن الموضوع هو تحدي الآن، إما أن تكون ليبيا ويصير منها، وإلا تدخل في خانة المهملات مثل الدول التي استولت عليها هذه المحاولات من المنظمة الأممية وما يسمى المجتمع الدولي. هذا الآن تحدي حقيقي، لأن يصير ليبيا يصيب من أمرها وثورتها تبقى وتستمر وإلا تنتهي ولا يبقى منها شيء. تعبير بالمصالحة في الحقيقة من هؤلاء الناس الذين يتساءلون ولا يذكرون ما تقوم به الأمم المتحدة، تعبير بالمصالحة تعبير غير دقيق، تعبير خاطئ، فيه مغالطة. لا توجد في ليبيا فئات أو حروب عرقية لتصفية قبيلة تريد أن تصفي قبيلة، هذه القبيلة لا تقبل أن يتولى الحكم قبيلة أخرى، العواقير ضد قبائل الزنتان، قبائل الزنتان ضد قبائل طرابلس، هذا كلام غير موجود، هذه أوهام. هذا موجود في البلاد الإفريقية صحيح، للأمم المتحدة يعني استعملت فيها هذه العبارات، كانت القبائل يعني يحكمها حكم عرقي، لابد الحكم يكون في القبائل الفلانية لا في القبائل الأخرى، هذا غير موجود أصلا، مش موجود في ليبيا. وليس هناك أيضا خصومة ضد المناطق، ما في خصومة بين مدينة طبرق ومدينة طرابلس ولا جدابية والزاوية ولا غريان ومنطقة في السبهة، ولا هذا كله غير موجود، كلام لا أساس له. فالمصالحات تكون عندما يكون هكذا، أو بلد فيها طوائف كل طائفة تريد أن تتولى الحكم، هذا من الشيعة وهذا من السنة وهذا من منطقة أخرى، وكذا يتنافسون على من يتولى الحكم. هذا هو الكلام اللي يمكن نقوله فيه نريد أن نصالح بين هذه الفئات التي تريد كل منها تريد أن تحكم ليبيا. الموجود في هذا أمر في ليبيا أمر يختلف عن هذا اختلافا كاملا لا علاقة له بهذه المسائل. الموجود في ليبيا هو ضحية وجلاد، هو جماعة مجرمة قامت بعمليات إجرامية، انقلاب على المؤسسة القائمة الدستورية بقوة السلاح و محاولة على استيلاء الحكم وخوض حروب طويلة من أجل هذه الغاية فقط. هذا هو الموجود. ليبيا عام 2012 أجرت انتخابات تشريعية وانتخابات نزيهة، واستقر الحكم 2013 والبرلمان موجود المؤتمر في ذلك الوقت. لما خرجت مجموعة له الآن هذه الخصومة معها، حفتر خرج في 2014 وانقلب على السلطة التشريعية المنتخبة،
وقال يعني يريد أن يحكم البلاد وألغى الدستور، وقال هو مجمد، جمده بقرار فردي، يعني يريد أن يرجع ليبيا إلى الاستبداد وحكم الفرد. هذا هو اللي حصل. ومن ذلك الوقت هو ما زال منقلب عن الشرعية ويقاتل ويخوض في غمار الحروب مع أهل ليبيا كلهم، حتى مع أهل المنطقة الشرقية، والموضوع ما بداش مع المنطقة الغربية. هذه المجموعة، العصابة التي أجرمت في حق الشعب الليبي، أول ما قاتلت المنطقة الشرقية،